بنرحب بحضراتكم من جديد. حلقة طبعا في حلقتنا النهاردة من صباح الخير يا مصر من شرم الشيخ، زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية حلقتنا النهاردة، من أهم أهداف منتدى شباب العالم إن هو بيكون فيه مشاركات من مختلف أنحاء العالم ومن قادة وزعماء وأيضا شباب. الحقيقة في المنتدى كان فيه مشاركات أفريقية مهمة جدا على المستوى الرئاسي والحكومي. خلينا نتابع مع حضراتكم لقاء مع إيفا باسيبا مسودي، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بالكونغو الديمقراطية. ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بيسعدنا أن ينضم إلينا نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية كونغو الديمقراطية، إيف بازيبا. Your Excellency, we're very delighted to have you with us here today. سعداء بوجودك معنا ووجودك في هذه الجلسة. هل من الممكن أن تحدثنا عن هذه الجلسة؟ أشكرك جزيلا. اليوم كان يوم عظيم بالنسبة لي أنني كنائب لرئيس الوزراء وكوزير للبيئة في الحكومة، فإن كان الأمر مهم جدا بالنسبة لي، وأحب أن أركز على ما يجب أن يتم بالنسبة للدول في حالة الصراع، لأننا لا تستطيع أن تقدم أي دعم وأن تخدم جميع الأفراد وجميع الجنسيات في الحالات الصعبة. And we should lead, manage this water properly, correctly. وأيضا يجب أن يكون هناك مسؤوليات خاصة بالمستقبل، ولذا فإنني تحدثت عن الكونغو وتحدثنا عن مواردنا المائية، وفي أفريقيا هناك 10% فقط من السكان يحصلون على مياه نظيفة، لذا فإن غاباتنا وموردنا المائية يمكن أن تساعد البشرية لتقديم حلول لمواجهة التغير المناخي، ويجب أيضا أن نكافح الفقر والجوع وأن نقوم بالكثير من الجهود ودعم الأجندة الأفريقية الخاصة ب2063. كوزير للبيئة، هل يمكن أن تحدثنا عن التعاون الحالي بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة في الكونغو؟ رائع. لدينا مشروع مشترك بدأ منذ 10 سنوات في مجال الموارد المائية والري، وفيما يتعلق بالموارد المائية فإن لدينا فرص كثيرة وتعاون مع الدكتور محمد عبد العاطي وكذلك المركز الخاص بالموارد المائية، ونهدف إلى نعرف كيفية استخدام المياه بشكل صحيح، لأنه مع التغير المناخي لدينا الكثير من المشكلات في مجال الزراعة، لذا يجب أن نعد أنفسنا وأن نعرف كيف يمكن أن نستخدم المياه بشكل رشيد في مجال الزراعة. فيما يتعلق بالمؤتمر التالي الذي ستستضيفه مصر، ما هي الأجندة الخاصة بالبيئة في الكونغو فيما يتعلق بالتغير المناخي؟ أولا أريد أن أحيي مصر لأنها ستنظم مؤتمر كوب 27 بالنسبة لنا، وبما أننا كنا في المؤتمر الأخير فإننا كان لدينا كلمة لإعداد الشعوب حول هذا الأمر وإعداد القدرات الخاصة وإعداد الموضوعات الخاصة بمصر، لأننا نريد لكل الشعوب في أنحاء العالم أن تهتم تعرف حقيقة الغابات والموارد المائية وقدراتها في أفريقيا، وأن يروا كيف يمكن أن يكون هذا حلاً للتغير المناخي. الموارد المائية
مهمة جدا وتعتبر مورد استراتيجي ويمكن أن تساعد في التنقلات البيئية. شكرا جزيلا لوجودك معنا، أشكرك جزيلا، وأتمنى للشعب المصري أن يروني بشكل جيد، كان رائعا، شكرا. يعني مشاهدينا كانت معنا معالي الوزيرة إيف بزايبا، نائب رئيس الوزراء، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية كونغو الديمقراطية.